وهذا كمان جماعة معانا لعبة تانية تقدر تلعبها برضو، اللعبة شغالة وما فيهاش أي مشاكل بصراحة. النظام جميل جدا جدا، إذا كنت تقدر تلعب على نظام الأندرويد أو تقدر تلعب على أي نظام أندرويد 64 بيت أو 32 بيت، فأنا برضو ببين لك إن الألعاب شغالة وما فيهاش أي مشاكل. اهلا وسهلا بيكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم محمد، معانا فيديو جميل النهارده، والنظام ده طلب كتير مني وكان في بعض المشاكل فان شاء الله حليناها في الفيديو ده. النظام ده يعمل على 32 بيت بس، يعني الاجهزه اللي هي الاجهزه الضعيفه اللي هي كورت ديو اي ام دي، الاجهزه اللي هي بطيئه جدا وعايز تشغل العاب الاندرويد عندك كلها، فالنظام ده انا جايبه لك شغال ومفيش مشاكل، وازاي نحل مشكله المساحه بتاعته وازاي هنظبط كل حاجه زي ما انت هتشوفها في الفيديو ان شاء الله. طيب مبدئيا هسيب لك الرابط كلها في الديسكريبشن وتحملها، وبعد كده هنبدا نكمل مع بعض الخطوات. طيب بعد ما تكمل وتحمل الباقي هسيب لك خطوه دلوقتي ازاي انك انت تعمل بارتيشن، لازم تقسم بارتيشن كده يكون بعيد عن ملفاتك عشان ما يحصلش اي مشاكل ليك، تمام؟ هسيب لك دلوقتي الخطوه. اول حاجه هبدا اعملها ان انا اعمل بارتيشن جديد عشان اقدر اثبت النظام عليه. هضغط كده كليك يمين ونقول له مانج بالشكل ده، وعندي يا سيدي هنا هضغط على ديسك ميجمنت بالشكل ده ماشي، وعندك يا سيدي بيظهر لنا هنا البارتيشنات كلها. هضغط كده على اجيب اي بارتيشن منه اخد منه اي مساحه، انا هاخد من ده، ادوس كده كليك يمين وتقول له شرينك، وهتلاقي بيجي لك بالشكل ده. فانا عايز مثلا 20 جيجا بس، اضغط 2 و4 اصفار بالشكل ده واقول له شرينك، تمام. اصبح دلوقتي ان انا عندي بارتيشن جديد 20 جيجا. انت عايز توسع وسع مفيش مشاكل، بس اقصى حاجه هتبقى 32 جيجا عشان النظام. هضغط كده كليك يمين واقول له نيو سيمبل، وبعد كده تفضل بقى تدي له في نيكست كده زي ما انت شايف، وبعد كده تقول له فينيش. اصبح دلوقتي البارتيشن اللي احنا عملناه جديد بالشكل ده زي ما انت شايف فتح قدامنا دلوقتي. هاجي هنا على البي سي هتلاقي البارتيشن اهو ظهر. بعد كده انا هسميه هنا اندرويد او تسميه اي اسم، انا هسميه اندرويد بالشكل ده ماشي، وبعد كده تقول له انتر، وبعد كده تقول له كونتينت. زي ما انت شايف كده اصبح الاندرويد اهو، واصبح ان احنا كده عملنا بارتيشن جديد. جميل جميل، يلا بينا نشوف الخطوه اللي بعد كده. وكده يا جماعه بعد ما احنا عملنا البارتيشن خلاص وكل حاجه تمام ما فيهاش اي مشكله، هنبدا بقى نظبط النظام مع بعض. طيب انا عندي منزل النظام هنا اهو زي ما انت شايف، ادي النظام اهو، وعندنا الجروب تو وين، وعندنا البرنامج اللي هو بيحرق لنا المساحه اللي احنا عايزينها. مبدئيا هنضغط على البرنامج كده بالشكل ده ماشي، واول ما تظبط الدنيا دي كده يجي لك بالشكل ويلكم ده، تقول له نيكست، وبعد كده تقول له يس. بتختار هنا النظام اللي احنا نزلناه، اللي هو اللي احنا نزلناه اللي هو الميكرو درويد ده، ده النظام ال 32 بيت يا جماعه ماشي. هتضغط كده عليه بالشكل ده هيبدا يجي لك بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب اول حاجه هنعملها هتلغي الثلاث علامات اللي هم بتوع انستول دول، لازم نلغيهم زي ما انت شايف كده. تلغي هنا تدوس مسطره، لو هي ما ظهرتش عندك بالشكل ده لازم تدوس عليها مسطره وتلغيهم، لو ظهر عادي مربعات مفيش مشاكل ظبطها يعني ماشي، اهم حاجه تلغي الثلاث علامات دول. بعد كده تدوس ايزي اند سيف، بتختار المساحه اللي انت عايزها هنا زي ما وريتك في كل فيديو، وعايزها 32 16 8 4، انا خليها 4 عشان الوقت بتاع الفيديو. بعد كده هختار هنا البارتيشن اللي احنا عملناه، وبعد كده تقول له نيكست، وبعد كده تقول له انستول. دلوقتي يا جماعه احنا بنفك يعتبر الضغط بطريقه غير تقليديه اللي هي بتاعه الوين رار، فدي الطريقه دي اللي بتخليك تتحكم في المساحه بتاعه النظام، تمام؟ هننتظر لغايه لما يخلص، وبعد كده يا سيدي هنبدا نظبط الدنيا مع بعض. خلاص هو جاب لك هنا ريبوت ناو، هتقول له فينش بالشكل ده ماشي. بعد كده يا سيدي هنرجع لمره ثانيه للنظام ده اللي هو الجروب تو وين، هتدوس كليك يمين، وبعد كده تقول له هنا اكستراكت هير بالشكل ده اهو، هتفك الضغط عنه يعني، وبعد كده هتدوس كليك يمين عليه وتقول له ران ادمينستور، وبعد كده يبدا بقى يسطب معانا البرنامج. هنقول له اوكي بالشكل ده، هيعمل داونلود بسيط وبعد كده هيكمل معانا مفيش اي مشكله، هننتظر لغايه لما يخلص. هتسيبه بقى كده هو بيظبط كده لوحده وتقول له سيت اب بالشكل ده، وهيفضل بقى يفضل يجيب لك شويه حاجات كده. ده افضل برنامج يا جماعه ان هو تشغل عليه اي حاجه بجانب الويندوز، هتقول له هنا كلوز، وبعد كده يقول لك سيت اب مش عارف ايه، يفضل يحمل كده حاجات، سيبه زي ما هو مفيش اي مشاكل لغايه ما فتحنا القائمه دي. تمام القائمه دي احنا كده فتحناها يا جماعه، هنيجي هنا على مانج بوت بالشكل ده، واختار هنا ادد نيو انتري، وبعد كده بيجي لك الواجهه دي. هتعلم هنا على كلمه اندرويد، وبتختار هنا مثلا رقم 1 رقم 2، انا اخليه رقم 2 تحت الويندوز على طول. بعد كده اختار الريزولوشن من هنا، ده بيبقى الريزولوشن بتاع الشاشه بتاعتك او الكمبيوتر بتاعك. بعد كده تدوس سيلكت اند نيو اند نيو، بتختار بقى انت هنا بتضغط على البارتيشن اللي احنا عملناه اللي هو ده الاندرويد، وبعد كده بتضغط تاني هنا، وبعد كده بتجيب ملف الكرانل ده اللي انت شايفه ده، تضغط كده عليه. بعد كده يا سيدي هتدوس كده كلمه ابلاي،
وبعد كده تقول له اوكي، وبعد كده تقول له برضو ابلاي. هنا هو طلع رقم 3 هترفعه فوق كده هيبقى تحت الويندوز على طول، وبعد كده تقول له ابلاي، وبتختار بقى ايه، بتغير الشكل اللي انت عايزه. هنضغط كده من هنا اهو، وبتختار الصوره اللي انت عايزها من هنا. شوف بقى انت اي صوره انت محتاجها، هندوس هنا مثلا هنا، وبعد كده تقول له داون، بتتغير الصوره عندك هنا. بتيجي تقدر تتحكم في الوقت عشان لما تيجي تفتح الكمبيوتر بعد كده يدخل على ويندوز على طول، ويعني ممكن تظبط خلال 10 ثواني مثلا. بعد كده تقول له اوكي، وبعد كده تقول له اوكي وخلاص كده. طالما جاب لك الشاشه الخضراء دي يبقى انت عامل الخطوات صح، هتقول له كلوز. اصبح كده يا جماعه خلصنا كل حاجه، ما فيهاش اي مشكله ان شاء الله. هنبدا نجرب النظام عندنا على اللابتوب التاني، ونشوف الالعاب ونشوف التطبيقات. تابعوا معايا. ودلوقتي يا جماعه هنبدا نظبط النظام بتاعنا اللي هو الميكرو درويد. فاول ما بتفتح الكمبيوتر بتاعك بيظهر لك بالشكل ده. طبعا اول حاجه عندنا الويندوز زي ما انتم عارفين، وتاني حاجه عندنا النظام زي ما انت شايف. فقبل ما ادخل على النظام ونجربه، هنضغط كده نقفل الكمبيوتر بتاعنا او اللابتوب. بعد كده نيجي على رحة البوت عندنا، ممكن تدوس زرار الديليت من الكيبورد، او ممكن تدوس F2 3 4 على حسب البوت عندك. طيب هنظبط اعدادات في السريع كده. هنيجي هنا على ادفانسد زي ما انت شايف، هتلاقي حاجه اسمها فاست بايس مود. فالفاست ده لازم أن تكون انت قافله، لازم يكون ديسيبل. هتيجي هنا طبعا عندنا على البوت، هتلاقي حاجه اسمها سكيور بوت، برده لازم تقفلها تكون ديسيبل بالشكل ده. وبعد كده هتجيب بقى لوحه البوت بتاعتك اللي هي فات ديفايس، هتضغط كده عليها. لازم أن يكون الجروب تو وين هو يكون اول واحد، عشان ده اللي يقرا الويندوز ويقرا عندنا النظام. تمام. بعد كده بتدوس F10، وبعد كده بتدوس يس. واصبح دلوقتي هيفتح معانا النظام، وهنبدا بقى نظبط النظام معانا. هنيجي نضغط على تاني واحد 32 بت، ده نضغط عليه كده بالشكل ده. بعد كده يا سيدي هيبدا بقى يظبط معانا النظام، هيبدا يجيب شويه حاجات كده بالانجليزي لكش دعوه بيها ما تقلقش. هيفتح معانا شبه الويندوز كده بالشكل ده. هنصبر لغايه لما يبدا يفتح معانا النظام، وبعد كده هنجربه مع بعض. وبكده يا جماعه النظام فتح قدامنا اهو. هتدوس هنا على كلمه نيكست تحت، ماشي. وبعد كده بتختار اللغه من هنا اللي انت عايزها، بتطلع بالماوس فوق كده، وبعد كده تقول له هنا التالي بالشكل ده، ماشي. بعد كده بيجيب لك هنا الاعداد كجديد، هتضغط عليها. بتشبك هنا شبكه الواي فاي عندك، لو انت عندك واي فاي ماشي، عندك كابل لان ماشي، هو بيلقط لوحده. طبعا انا انت فاصل عندي دلوقتي، فانا هدخل هنا عدم استخدام اي شبكه. بعد كده تقول له متابعه بالشكل ده، تمام. ويا سيدي هتيجي هنا على التالي بالشكل ده، وهتكتب هنا اسمك مثلا، هتكتب هنا اسمك، هتكتب مثلا محمد بالعربي او اي اسم انت عايزه بالشكل ده. بعد كده تدوس علامه الصح، بعد كده تقول له التالي بالمنظر ده بالشكل ده. هتنزل تحت كده بالماوس، هتقول له التالي برضو. وبعد كده انتهى الاعداد، وبتعلم على العلامه اللي على الشمال دي، وبعد كده طبعا بتقول له التالي. خلاص كده هنا بيجيب لك كلمه البدايه، هتضغط عليها بيجيب لك الشكل اللي انت شايفه ده. نظام الاندرويد ده يا جماعه لذيذ جدا، هتقول له بدء الاستخدام، بيجيب لك اللانشر بتاع مايكروسوفت ده، جميل وسهل وسلس. بتختار الخلفيه اللي انت عايزها، انا اختار الخلفيه دي. وبعد كده تقول له المتابعه، وبعد كده هتلاقي كلمه تخطي هنا، تضغط عليها بالشكل ده وتقول له ليس الان، مش مشكله. بتختار اللي انت عايزه من هنا بقى، البلاي ستور، الساعه، الحاجات اللي هي بتبقى على الديسك توب دي عندك على التليفون. بتختار اليوتيوب، بتختار اي برنامج انت عايزه، انا بختار اي حاجه كده، المتجر بلاي برضه اهو، ماشي. هنا بيجيب لك زي لمحه كده، مش عايزينها دلوقتي، هنختار متجر بلاي وتقول له المتابعه، وبعد كده يقول لك هيا بنا. ده النظام الاندرويد بتاعنا يا جماعه، زي ما انتم شايفين نظام متكامل جامد جدا، شكله جميل ورائع وسهل وسلس. فطبعا انت بتوصل شبكه الواي فاي من فوق هنا، لكن انا عندي عشان الشبكه فاصله دلوقتي فما فيش نت. وعندك بتعمل ابديت لخدمات جوجل وكل حاجه بتشتغل وما فيهاش اي مشاكل، تمام. عندك هنا عايز تغير الخلفيه، ماشي، تضغط عليها بيجيب لك هنا، بتنزل تطبيق بينج ده وبيغير لك الخلفيه وبيظبط لك الدنيا. وعندك كمان في راديو لو عايز تضغط على الراديو، ودي طبعا اللوحه بتاعت الاعدادات بتاعته، اعدادات خفيفه وبسيطه. وبتجيب يمين وشمال يبدا يجيب لك هنا اليوتيوب والمشغل، وعندك هنا مشغل الفيديوهات. بصراحه نظام سلس جدا، وكمان الميزه ان هو بيشتغل على ال 32 بت وبيشغل كل الالعاب. هتيجي تضغط على الاعدادات، هتلاقي الاعدادات بتاعتنا العاديه اللي احنا عارفينها. هتيجي على الاب ديت، هتعلم على ديت انيبل عشان يبدا يشغل لك الالعاب وبدون اي مشاكل. هنخرج من هنا. عندنا طبعا التخزين، بيدينا مساحه تخزين قويه جدا، حلوه مش وحشه. عندنا مثلا ايه تاني، الازرار، تقدر تتحكم في الازرار اللي هي بتاعت الالعاب. بتختار بقى انت الازرار وبتظبط الدنيا زي ما انت عايز، بتاعت لوحه المفاتيح وكده، تمام. عندنا ايه تاني، حول الجهاز اللوحي زي ما انت شايف، هتلاقيه اندرويد تقريبا 7 وبيشغل. اهم حاجه يكون يشغل كل الالعاب عندنا، وهنجرب الالعاب عليه وهنظبط كل حاجه ان شاء الله، تمام. وادي يا سيدي عندنا ايه تاني، الموقع وكل حاجه. يعني هو كله نظام متكامل ما فيهوش اي مشكله. المهم دلوقتي هنجرب الالعاب عليها يا جماعه، وتابعوا معايا.
زي ما انتم شايفين يا جماعه دلوقتي اللعبه شغاله اهو معانا وبدون اي مشاكل عندنا على النظام. بصراحه يعني نظام جميل جدا جدا، تقدر تلعب عليه بشكل رسمي وبشكل اساسي. والالعاب زي ما انت شايف كده هنبدا نظبطها مع بعض. انا بس بديك تاكيد عشان تقدر تتاكد ان اللعبه شغاله ما فيهاش اي مشكله. وهذا كمان جماعه معانا لعبه ثانيه تقدر تلعبها برده، اللعبه شغاله ما فيهاش اي مشاكل. بصراحه النظام جميل جدا جدا، اذا كنت تقدر تلعب على نظام الاندرويد او تقدر تلعب على اي نظام اندرويد 64 بيت او 32 بيت، فانا برده ببين لك ان الالعاب شغاله ما فيهاش اي مشاكل. ودلوقتي يا جماعه ادي الالعاب شغاله اهو، تقدر تلعبها وكمان شغاله وما فيهاش اي مشكله. تنزل اللعبه عادي وتثبتها على النظام اذا كنت بتلعب على نظام ال 32 بيت او ال 64 بيت، وزي ما انت شايف الالعاب شغاله اهو ما فيش اي مشكله، تقدر تلعبها ولا بتلوج ولا اي حاجه، وبكده اللعبه شغاله قدامك اهو. وبكده يا جماعه بعد ما احنا جربنا الالعاب وتاكدنا ان كل حاجه تمام وما فيهاش اي مشكله، تقدر تلعب كل حاجه انت عايزها ما فيش اي مشاكل. دلوقتي لو انت عايز تعمل ريستارت للنظام او تعمله شت داون او تدخل على الويندوز، هتدوس زرار الباور من على الكمبيوتر عندنا هنا، وبعد كده تعمل له اعاده تشغيل او ايقاف. هنقول له اعاده تشغيل بالشكل ده، وبعد كده نقول له موافق تمام، بيجيب لك هنا اعاده تشغيل. فدلوقتي يا جماعه هيبدا يفتح معانا النظام زي ما انت شايف. لو عايز تدخل على النظام هتضغط هنا ثاني واحد، لو عايز تدخل على الويندوز هتدخل على اول واحد. فانا هدخل على الويندوز عشان نتاكد ان كل حاجه تمام ما فيهاش اي مشاكل. هيبدا يدخل معانا دلوقتي يا جماعه على الويندوز، ونبدا نظبط كل حاجه قدامنا دلوقتي اهو. هيفتح معانا على الويندوز دلوقتي زي ما انتم شايفين، وفتح معانا يا جماعه على الويندوز اهو بدون اي مشكله. اتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.